الثالثة من السادة الصوفية والصوفيات الأسيدي الطبقات الكبرى محي الدين الطعمي الأسيوطي الصوفي. أنت صوفي خليني اترك البوس. يقول لك بلدكم عبد العزيز بن جعفر أبو بكر المعروف بغلام الخلال مولانا الخلال مر علي أنا الخلال أحمد الخلال من المهندسين صح صح هو في طبقات الحوفاء صح يذكر دائما سيوطي في الدر المنصور في التفسير بالمقصود والله دي من المعلوم الشهرز يعني الترجمة خطلي تكسير الإمام الحبر الجحبذ العارف بالله صاحب الكرامات العجيبة ورأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من زار قبر عبد العزيز غلام الخلال غفر له وانظر كراماته الباهرة. يوسف بن عمرو أبو الفتح القواس. القواس يعني شنو يعني حرفتها بالقوس ولا شنو مولانا قوس قوس إيه والله بالقاف وكان من الأبدال. قال البرقاني والأزهري أبو الفتح القواس كان من الأبدال وقال الدارقطني كنا نتبرك بأبي الفتح القواس وهو صبي. وقال الأزهري كان أبو الفتح مجاب الدعوة. وقال أبو ذر كنت عند القواس وقد أخرج جزءا من كتبه فوجد فيه قرص الفأرة فدعا الله على الفأرة التي فوجد يعني عضته فدعا الله على الفأرة التي قرضته وسقطت من سقف البيت فأرة ولم تزل تضطرب حتى ماتت. قال قاسم الحفار سمعت جدي يقول ما نزلت في قبر القواس حتى ألحده وأخذته على يدي حتى أنزله اللحد وسمعته ويضحك وأظنه بلغ قطبانية زمانه. الله. عبيد الله ابن محمد ابن بطل العكبري لما رجع من الرحلة لازم بيته 40 سنة فلم يرى يوما منها في سوق ولا رؤيا مفطرا إلا في يوم الأضحى. والفطر قال أبو محمد الجوهري قال سمعت أخي عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له يا رسول الله أي المذاهب خير فقال ابن بطة ابن بطة ابن بطة من أئمة الحنفية. الله. قالوا فيه لما مات الشيخ مات عن البسيطة بزلزلة لم البدر المنير في أبوله الله عقم الزمان فلا يجوز بمثله إن الزمان بمثله لبخيل بخيل مذكور في طبقات الحنبلة قصيدة طويلة. فخرجت ابن بطة فخرجت من بغداد إلى عكبرة فصادف دخول يوم الجمعة فقصدت إلى الشيخ ابن بطة إلى الجامع فلما رآني قال لي ابتداء صدق رسول الله صدق رسول الله وهذا من أعظم كراماتي وانظر كراماتي الأخرى الدالة على بلوغه منزلة القطبانية. محمد بن أحمد أبو الفحص أبو حفص البرمكي كان من الفقهاء والأعيان والنساك الزهاد له كلام جميل في توقف الجنازة ورجعيها انظره.